نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم. قولنا على العملية هذه. السلام عليكم. كنشكر صاحب الجلالة اللي قام بهذه المبادرة وكنا محتاجين ليها، وكنشكر السلطات، وكنشكر البريد اللي وقف معنا وسهل علينا هاد التسهيلات ودار معنا مزيان، وكنشكر السلطات ديال المغرب كلها حيت تيديروا لنا المجهود الجبار على ود حماية المواطنين. انتيا لالا شحال الافراد عندك في الدار؟ انا عندي خمسة الافراد في الدار. شحال المبلغ اللي استفدتي؟ استفدت 20,000. خويا انت جاتك سميتو جاتك هذيك الرساله في التليفون؟ ايه. انت جاتك البارح مع الجوج. وشحال عندك ديال الدراري؟ خمسة ديال الدراري. شحال المبلغ اللي تسلمتي دابا؟ 24,000. لا بس الحمد لله هذه القضيه مزيانه، عندي غير واحد الحمد لله دغيا القضيه تسالت فيها ما كنت جوج قرايه ديال المكان. القضيه مزيانه الحمد لله. شحال تقريبا ديال الدراري عندك؟ شحال قلتي؟ عندي واحد وعندي فلوس. شحال قلتي؟ 1000 درهم. السلام عليكم. اولا بعدا كنبغي نشكر السلطه، وكنبغي نشكر سيدنا على هذه المبادره القيمه اللي يعني عطا اوامر بها باش يعني تنطر. الحمد لله حنا راه توصلنا يعني بالدعم. يعني انا ك يعني شخصيا كنت وقفت على العمل ديالي، يعني لقيت يعني كندخل عندي والو. شحال عندك ديال الوليدات؟ انا يعني عندي 3 افراد، انا يعني الزوجه والبنيه الصغيره. شحال المبلغ؟ توصل يعني ب 1000 درهم. 1000 درهم. وكنبغي نشكر سيدنا وجميع السلطات وجميع الناس اللي قايمين على هذه المبادره. شريف شحال قبضتي ديال 800 درهم؟ شحال عندك ديال الوليدات؟ ما عنديش وليدات غير انا والمراه صافي. نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم.